السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مزاد جديد عندنا موديل 1976 روز سيلفر شادو، سيارة وارد أمريكا، الممشى 90,000 ميل، الصبغ مجدد يا أخوان. الآن نوريكم السيارة، عليها لوحات سعودية مجددة مفحوصة، راح نوريكم جميع الملاحظات، وهذا اللي تعودنا عليه في مزاد صفقة. قلنا لكم الصبغ مجدد، داخلية جميلة، المكيف شغال، راح نوريكم جميع الملاحظات. راح تنزل في المزاد لمدة 4 أيام، شوف حتى حقين صفقة موجودين هنا، سلموا عليهم هنا. طيب بسم الله، الآن نوريكم الخارجية وبعدين نروح على داخلية السيارة. طريقة المزاد، مزاد إلكتروني لمدة 4 أيام، بإمكان الشخص يجي يشوف السيارة ويزاود بعد التسجيل. طبعا عندنا دائم في المزاد مطلوب تأمين، التأمين فقط لتفعيل الحساب ولإثبات الجدية في الشراء، في حال لم يتم الشراء ترجع فلوس المزايد. موقعنا الإلكتروني صفقة.sa. نوريكم جميع الملاحظات يا أخوان. في البدي لا يوجد ملاحظات بما أن الصبغ مجدد، طبعا الصبغ فيها لمعة زي ما أنتم شايفين. هذا الشنطة، هذا فرش الوكالة في الشنطة، وفي الكاربت الأرضي تبع السيارة، في الفرش الأرضي تبع الوكالة. أوريكم السيارة بالكامل، هنا فيه استبنى أسفل، هنا زي التخزين، هنا العفريتة، الربر لا يوجد مشاكل. نوريكم مقدمة السيارة الآن، إذا حاب تسجل سيارتك في مزاد صفقة أرقامنا موجودة في الموقع الإلكتروني وفي الإنستغرام كذلك صفقة_auctions. أهم شيء السيارة تكون مجددة ومفحوصة أو بطاقة جمركية. مقدمة السيارة من هنا، طيب أوريكم داخلية السيارة ونشغل لكم السيارة. هذه داخلية السيارة، هذا فرش الوكالة يا أخوان، حتى اللي هنا أوكي، والفرش الأرضي هذا من الوكالة. المقاعد لا يوجد مشاكل، السقف كذلك لا يوجد مشاكل، التخشيب اللي هنا، طيب هذا الباب من هنا، طيب هذه داخلية السيارة من هنا زي ما انتم شايفين. مشهور الروز بالتخشيبة او الاكسسوارات هذه اللي يسموها، الفين نمبر والبليتة هنا زي ما انتم شايفين، هنا تبع الوكالة يا اخوان. داخلية السيارة، تشغيل من هنا، الممشى 90,000 ميل، لا يوجد مشاكل على الطبلون السيارة. هذه داخلية السيارة ما شاء الله تبارك الله، هذه تبع المقاعد تقديم وتأخير. طيب نشغل لكم السيارة، الماكينة ايش يحتاج لها يا اخوان؟ اللي نشوفه احنا ومن خلال الفحص عندنا في مزاد صفقة، الماكينة يحتاج لها تصفية، وراح نوريكم الان. هنا المكيف، هنا طبعا الهازارد، الغمازات عندكم، هنا المكيف اوكي، بس لازم تنزل هذا اون كده. هذه تبع المقاعد، شوفوا هنا، اوكي يا اخوان، وهذا تبع الثاني اللي هنا، الانوار الامامية من هنا. طيب يا اخوان نوريكم الماكينة، الماكينة فيها اهتزاز زي ما انتم شايفين،
يحتاج لها تصفية يا أخوان. يعني هذا اللي حنا نشوفه في مزاد صفقة، تبديلاتها تمام، لا يوجد مشاكل، الجير لا يوجد مشاكل، وفي كربون يطلع من السيارة يا أخوان. راح نوريكم الآن الكربون هذا يعتبر علاقة بالماكينة يحتاج لها تصفية. القزاز يعمل، القزاز الخلفي عامر، ايوه اللي هناك من الجهة الثانية، ايوه القزاز يعمل كذلك. طيب ندعس يا عامر ونشوف يا اخوان. هذا له علاقة بالماكينة يحتاج لها تصفية، تبديلات الجير، الماكينة لا يوجد مشاكل. وهذا للتوضيح يا اخوان، جميع الانوار شغالة، السيارة جميلة، يمين يسار، السيارة مفحوصة كذلك. فراح تكون في مزاد صفقة لمدة 4 ايام، واي سؤال اي استفسار حياكم يا اخوان. نقدر نسوق السيارة يا عامر؟ ما شاء الله تبارك الله. أي سؤال أي استفسار يا أخوان، احنا موجودين، الشباب في المكتب كذلك أرقامهم موجودة، إيميل أو اتصال أو واتساب، وأفضل طريقة واتساب. إذا ما حد رد عليك في الاتصال راح يرجعوا يكلموك أو يتواصلوا معك واتساب. ونشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. مساء الخير، والآن راح نوريكم الروز رايز من الأسفل، وراح نذكر لكم جميع الملاحظات. هذا الصدام الأمامي، عندكم ملاحظة هنا، الصدام زي ما تشوفوا، الجهة الثانية سليمة. راح نوريكم الشاصية الأمامي، هذا الشاصية الأمامي من أسفل سليم، لا يوجد لحامات، لا يوجد قص. هذه الجهة الثانية، عضلات الأمامية سليمة، لا يوجد ملاحظات. كارتير الماكينة أيضا سليم، لا يوجد أي تهريبات. عندكم الجير أيضا سليم، لا يوجد أي تهريبات أو أي ملاحظات. هذه أرضية السيارة من الأسفل مرشوشة، طبعا عازل للصدى زي ما تشوفوا في الجهتين، لا يوجد تآكل، لا يوجد ملاحظات في أرضية السيارة. هذا الدفرنس الخلفي سليم أيضا، لا يوجد تهريبات أو أي مشاكل. عضلات الخلفية سليمة أيضا. عندكم هنا زي ما تشوفوا جاتها ضربة، هذا الصندوق من جوا الشنطة من أسفل، زي ما تشوفوا هنا في معجون، جاتها ضربة أو شيء من أسفل، والرجال حاط لها معجون زي ما تشوفوا. هذا الاستبنة هنا حقت السيارة في الأسفل، وهذا الصدام الخلفي سليم، لا يوجد به أي ملاحظات. وهذه كانت جميع الملاحظات في السيارة من الأسفل.